يا هذا من الطفاق اللي فيك والله يا سامي. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة من حلقات برنامج دوافير. أنا حقيقة أشكركم جدا على تفاعلكم معي في الحلقات الماضية، في الحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة. الحلقة الرابعة كما طلبت منكم من الحلقة الثانية والثالثة، أنا أتمنى أنكم ترشحوا لي ضيوف، وفعلا أنتم قمتم بترشيح ضيوف جدا متميزين، سنرى إبداعاتهم في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى. اسمحوا لي أن نرى من هم ضيوفنا ونرجع لكم مرة أخرى. عبد القادر حياك الله. ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي. اكثر شيء في الانستغرام مقاطع كوميديه. طيب ناشط، كلمه ناشط هذه من وين سرقتها؟ هذه طلع من برا. طيب وش تهتم فيه عبد القادر؟ اهتماماتي يا طويل العمر في الانستغرام. بالانستغرام يعني المواقف اللي تصير لنا في الحياه تجيبها بطريقه كوميديه. مقاطع كوميديه يعني. الله مجملة. الله عبد الله. عبد الله حفيد. طالب جامعي في جامعه الملك خالد. ناشط في السوشيال ميديا. مهتم في المقاطع اللي تسعد الناس الاخرين. جميل. نظراتك حلوه على فكره والله، ليش ما تلبسها؟ البسها بس عشان ما اطلع دافور. لا البرنامج هذا برنامج دوافير والله عادي. والنظاره طيب النظاره طاب يعني. جاي الموضوع صح. الله يعطيك العافيه. سامي معك اخوك سامي العجوني، مقلد اصوات، ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، وشرف لي بصراحه تواجدي معكم. الله يسعدك. طيب سامي بصراحه يعني ترى دايم نخطب اسماءكم، انتم مدير برامج عندنا، سامي العجوني، سامي العجوني. انا اللي توقعت واحد شوي. منكم يغير اسمه ولا برفع عليكم قضيه اثنينكم. ترى انا سامي العجوني، هو سامي العجوني. وكثير طيب. ناس يعني جوني قالوا انت اللي بدا يعني، وانا في الانستغرام. طيب ما تفكر تغير اسمك؟ لا لا ابدا ابد. طيب هيثم. هلا والله اخوي ناس، عساك بخير. طيب معكم اخوكم هيثم الشريطي، العمر 19 سنه، طالب في هندسه الشبكات، ومقدم برامج ومقدم مسرحيات. حياك الله يا هيثم. حياك. قبل شويه شباب انا دق علي سامي على الجوال يبي يسال عن مكان القناه، فقال لي موقف صار قبل شوي جلست تشمت عليه وضحكت. انا ما راح اعلمكم وش اللي صار بعدين. سامي وش سالفه طيح عليك قبل شوي؟ بس اقول احنا سمعنا. لا لا سالفه طيح، سالفه طيح. شباب اسمعوا اني طحت، اسمعوا صوت الضرب. طيب سالفه طيح. كنت اصور سناب يا طويل العمر، قلت الليله تابعوني في برنامج دوافير. المهم اني قلت عز الله دوافير وانت شقلب وعلى وجهي. بصراحه يعني ما اخفيكم يا شباب، لما قال لي الموقف انا جلست اضحك وشمت شمت فيه يعني كلمه يعني كلمه. كنا نتفرج التلفزيون. اللي صار اللي صار وشو؟ بعد ما ضحكت عليه طلعت ورحت جبت ملابسي المغسله وشايل ملابسي كذا وداخل البيت. دخلت الا امي الله يحفظها، اخواني محمد وعبد السلام جالسين يغسلون البيت مع امي. وسراميك مع المويه يا حبيبي. وانتم كرامه نزلت نعالي حذائي عند الباب ودخلت. ماسك الملابس، والله جتكم زحلقه مو طبيعيه. شقلبت انا طحت في الملابس هذه والله ولا 20 دقيقه. شمت فيني يا. علمت امي قالت ناصر من ضحك على الناس ربي يبلى. انا دائما اسمع بالمصطلح هذا لكن لي اول مره اعيشه، فانا والله اسف يا سامي. انا اسف والله. هنا هنا والله في شيء ما ادري يعني مضربه ولا وين؟ هنا. لا هنا هنا كل الرفارف هنا. الرفارف راحت. والله جيت عاد طحت الطويل شينا. لا اللي يقهرني وش هو؟ لما طحت انا قبل شوي اخواني جلسوا يضحكون علي. واتوقع انهم الحين جالسين يتابعون بعد يضحكون. لكن موعدنا ان شاء الله بعد البرنامج بعد ما خلص. طيب انتهت حصه التعارف، هذول هم ضيوفنا ومشاهدينا الكرام، خلينا نشوف الحصه اللي بعدها ونرجع لكم مره ثانيه. طيب حصه تعبير، كيفك عبد القادر بالتعبير؟ التعبير لعبتي. متاكد؟ مره تبي تحفر هنا شكلك. عبد الله. لا مالك. مره امورك تمام. كم صفحه؟ سم؟ كم صفحه؟ كم صفحه؟ ايوه. لا سطر سطر بس. سطر. ابي من سطر بس. سطر مالك. سطر بس. عندي. سامي. هو تعبير ولا شعر؟ اللي تبي، اللي تبي. ابيك تعبر لي بطريقتك. بس اهم شيء ما تجيب ترى صفر على الشمال بالتعبير. اي انت من الشمال انت قصدك. طيب هيثم. الله ناصر. جنوب وانا شمال. مرة. بس يلا ما علينا. طيب. نحرك الدماغ. في صورة نبي نشوفها. وابغاكم تبدون تعلقون عليها. حلو. زين؟ نشوف الصورة. واو.
زي ما احنا نشوف. هذه بصراحة إبداع والله، اللي مسويها مبدع مبدع إلى أبعد درجة. أنا أبيكم تبدون تعلقون عليها، وأيضا مشاهدينا الكرام أنا ودي عن طريق الهاشتاج أنهم يبدون يعلقون على الصورة هذه علشان أبدأ برضه بقراءة تعليقاتهم على الصورة زي ما احنا شايفين. أنا أبدأ بأول واحد، عبد القادر تفضل حبيبي. الله يطول العمر. لا لا لا، أبيك تعلق، أبيك تعلق على السبورة هنا بعد عشان نشوف خطك الكويس. تفضل حبيبي. وهذه المساحة إذا احتجت أنك تمسح، وأنا مساحة خذها شباب. نكتب تعبير؟ يعبر عبر على الصورة. عن البرتقالة دي. على البرتقالة. تفضل. بس من هنا مساحة اللي فوق عشان تعطي مساحة لأخوياك. خط مستقيم ما. خط مستقيم. إذا لقيني دحدر هنا. طيب. والله الخاطرة تكسر الخاطر والله. الخاطرة البرتقالة تكسر الخاطر والله. يا حرام. كيف؟ بلاش بلاش. يا حرام. برتقالة معقولة. هنا من هنا قطعوها. ما يخافون الله ذولي. شوف تصيح. تصيح؟ تصيح. تصيح ولا تصيح؟ تصيح. شوف القلب كيف طلعت. يا الله. يا حرام. منيب عطنا بالله مؤثرات حزينة على البرتقالة هذه. لا لا ترى صيح أنا مع المؤثرات. لا لا أجل خلاص خلاص ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج. يا حرام. ايش حل البرتقاله؟ البرتقاله حلقت سبايكي في قطعت امها اذنها صح؟ كيف قطعت امها اذنها؟ ممطوط اذنها. اوكي اوكي. طيب يعطيك العافيه، رجع القلب حبيبي. طيب هذا اول تعليق من عبد القادر. عبد الله تفضل حبيبي، خذ القلم الاحمر. احمر كمان؟ احمر وعلق. شوف الصوره. طيب الصوره نشوفها مره ثانيه، شوف على الشاشه. طيب سما تقول شلون قاعد يقلد هذا سامي ما شاء الله عليه، ميشان يقول مسكينه والله البرتقاله. طيب تقول سبحان الله شلون يطلع الصوت هذا. طيب عبد الله ايش تفكر؟ برتقاله مشقوقه اذنها يعني يا اخي. موضوع بسيط ترى حكمي. تدري ايش هذه؟ ما كنا نصلحوا له الخرصان، واحد ممسوك اذنه يصلحوا له الخرصان. والله يشبهون البنات صار. الله يخليك. طيب والله ماني مبدع في التنتيف وكذا. أنا ما أقول لك نتف. ها تعبير تعبير تعبير. عبر. البرتقالة مفيدة. حياتك كلها تنتيف. والله. شوف. عبد القادر. طيب معلش تعطيني مرة ثانية التعليق اللي كتبته. البرتقالة حلقت سبايكي. أها. فقطعت أمها ذنها. طويل هو بس إنه نفس. طيب مو مشكلة مو مشكلة، هذا كويس إنك جيت عب. صفر. موضوع صعب للدرجة هذه. والله والله شو اسمه التعبير مضروب. لا لازم لازم تعبر. لازم أعبر. لازم تعبر. اسمع البرتقال يعني ما في قول البرتقاله خافت يوم جو يخرمون الخرصان حقها. طيب والله زي كذا. طيب سميه تقول الحلقه جميله جدا. كلهم يعطوني نتفه شيء كذا. طيب والله في تعليقات كثيره، انا ما ودي اقرا تعليقات بصراحه عشان ما ترقون منها. يا الله. طيب معلش. ابدا ما في تعليق عندك؟ والله يا اخي ما برتقاله ولا قصدك عبد الله ما تبي تطلع خطك يعني قدام المشاهدين. تعال طالع هنا. طيب عبد الله برجع لك مره ثانيه. سامي اصبر لا ندور تنتيف كذا. سامي سامي تفضل حبيبي، عطى القلم. طيب ارفعوا له السبوره شيء. لا لا السبوره ما عليه امور كويسه. هذه برتقاله ما كل اذنها. طيب اكسب. برتقاله مذبوحه كذا ياكلونها تقول كذا تقول اي 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 تزحك ناصر ما تحط كذا. حط خط عادي. يلا ترى انا عمري 4 سنوات. 4 سنوات وتعرف تعبر. خطي اكتب اليف جيم هاسا يا ناصر. ناصر احنا عمرنا 4 سنوات الطول هذا ما شاء الله. ما شاء الله. لا عادي ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شلون شلون ما اسوي هي هذه بالتلفزيون هذه. طيب عبد الله فكر بتعليق برجع لك. ولا تستعين بصديق. لا تستعين بصديق. سولف معه. يلا ابدا سامي كذا. ما مشكله اقول كره التعبير ماشي. وتقول لي ما شاء الله تبارك الله وجالس تمدح بنفسك من اليوم. اي بحلال. يلا الجمهور قدامك والكاميرا قدامك كيفك عاد؟ الله هذا هو الدافور. اي كويس وصلت. خلي طيب
لا لا ما في ما في بعدين ما في بعدين. طيب الصورة هذه قدامك مرة ثانية يا سامي. أنا أبدأ أقرأ تعليقات المشاهدين. مجدي يقول وحشنا مصطفى الدافور. مصطفى الدافور إن شاء الله بيجيكم بعد شوي. نظرة البرتقالة توحي بأن قشرها بها فوائد عديدة فلا ترمها. كذا كيفكم يعني؟ أنا لا تكتب نفس النص. بكتبه. تبي تكتبه؟ إيه. والله عد. أنا عمري 40 مرت. بعذرة ما لقيت تعليق. وش الصورة؟ هذه أميرة محمد تقوله. ملاك صوت سام مثل صوت ولد أختي ما شاء الله. ولد أختها صغير طبعاً. الله يخليك له. مرة التعبير ماشي. مرة؟ مرة. لا لازم تكتب. أعطني فرصة. لازم تكتب. أعطني فرصة. يلا أنا معطيك فرصة. أعطني فرصة وأجيب لك أحلى. ما أنا معطيك فرصة أنا سامي. يا رجل. ما في. أعطيت الأخ. طيب براحتي. يلا هيثم. ما تأخذ فرة اللي. لا ما خلصنا. خلصنا إحنا كذا. ما باقي لنا. الله المشكلة. سامي يا فايز تقولي دوافير وتقولي. آخر شيء ما حد منهم يعرف يعبر. فرصة. انا ودي اطلع اعطيكم انواع التعبير على الصوره بس المشكله عطنا يعني شبعتنا اربع اكتب اربع احنا نختار نعبر. طيب انا ماكوله. طيب اكتب شوي شوي. طيب يا سامي. طيب ها يلا برتقاله. ايوه. ما الظاهر اني بكتب. لا تبي تكتب ان شاء الله اي شيء. جرس نمله. شكل متخوف. شكل المشاهدين شكل متخوف سامي. لا ايش دعوه. لا والله ماني متخوف عشان خطك يعني مو زين. لا ايش دعوه بس اعطي الاخوان فرصه يعني. اوكي انا عشان طيب انا صدقتك. انا بالنسبه لي صدقت. انا ما ادري عن المشاهدين كيفهم. هيثم فصل. صدقني الحين. اصدق. ها اصدق. يلا هيعين بس خلني افكر شوي. طولنا احنا بالحصه على اساس انكم انتم دوافير بتخلصون بسرعه. بس يقول لك عطى فرصه. لازم تعطينا فرصه عشان نبدع. طيب انا بعطيكم مدخل. بعطيكم مدخل. طيب الحركه اللي صارت هذه هي حركه ابداعيه. طيب تكلموا عن الابداع. طيب تكلموا عن الفوتوشوب. تكلموا ان هذا مثلا جالس يسمع كلام الناس. طيب انا اعطيتكم مفاتيح. والله هيثم تمام. يلا اعطيتكم مفاتيح انا. والله شوف شوف القطعه ذي القطعينه حقت برتقال ايش خلي اعرضها. طيب الصوره مره ثانيه واخرجنا شوي. يلا هذه الصوره قدامك. القطعه ذي احترافيه. طيب اوكي اكتب. للدرجة هذه صعبة عادي يا شباب. والله ماشي. والله ماشي. اوكي في مساعدات من هنا. عبد القادر جالس يساعد. لا تحلف بس. بس كذا انا احاول ابش منه بس. ايوه. سام جالس تفكر. كويس. طيب ماشي ما في صورة. لا صح كويس روح. برنامج دوافير رائع اليوم بوجود الموهوبين وخصوصا هيثم الصيطي. هذه من دلول. سويرة تقول سامي تنوع على تقليده ما شاء الله لأنه قلد صوت ولد. طيب مو مشكلة. فيه تعليقات كثيرة هنا. شيء جميل. شخص يحاول. أعطيكم اللغة ذي. أيوه اللغة العربية. تمام. أيوه حاولن. أن يضع أيوة لكن بس أحد على شكل قلب. شوف عرضها. شوف على شكل قلب. شوف عرضها. شوف شوف القلب على اليمين. والله نظرة يعني من زاوية إحنا ما انتبهنا لها. بلا ما كان قلب. جيد جيد. طيب يعطيك العافية هيثم. عبد الله تفضل حبيبي. فكر فكر. صح هي تبي يبغى لها تفكير بس بشكل اسرع يا شباب لان احنا ترى عندنا مجموعه حصص وخاف ان الوقت انه أوكي. اسمع يلا. حط خط ولا بكيفك. طيب خذ قلم ثاني. خذ قلم ثاني. خذ القلم الازرق. سم ما ترتفع. لا ما تصبر. ما ترتفع. شقلبها عليه. شقلبها اقلبها. هدوء هدوء. يلا يلا. طيب عبد الله طلب اكتب تحت يا سامي ما شاء الله تبارك الله طويل فخليه يكتب فوق. اكتب تحت تحت هنا كذا. يلا مو مشكله مو مشكله بسيطه. يلا ذكريات. كل شيء وراك. لا لا ما عليك. جيب هذا وانا والله ما ادري وين المسح. ما في كذا بس موجوده صبر. هذه وين. تفضل. لا تستغلون طولي يا وعبد الله العبودي جالس ينشد يا دوافير يا دوافير.
والله تمنيت طلع جعفر ولا لا؟ تمنيت انكم دوافير. ما طلع جعفر دافور يا رجل، انت قادر يا اخي. استر استر ما وجهنا بس. لازم تعطيه فرصه. سم؟ لازم تعطيه فرصه. سامي سامي ما يقعدون يذاكرون؟ يقعدون يذاكرون؟ اشو اني وردك اياها قبل لا يبدا البرنامج. وردك اياها ولا لا سامي؟ لا تنكر. يعني وقت ابي وقت يا اخي. طيب انا استاذنكم اوجه رساله للمشاهدين الكرام، انا اتمنى مثل ما قلت لكم ان البرنامج برنامج دوافير، هو منكم ولكم انتم مشاهدين الكرام، لذلك اقترحوا علينا اسماء تتمنون استضافتهم داخل البرنامج عن طريق الهاشتاج او عن طريق ايضا حسابي على تويتر او عن طريق الانستغرام، باذن الله واحد الاحد راح يكونون ضيوف معنا بالحلقات المقبله باذن الله. انا الكثير جدا طرحوا اسماء، وايضا حصه مشاهير اطرحوا لنا اسماء بحيث نخاطبهم ناخذ شهاداتهم نعرضها لكم على مباشره باذن الله ونتناقش معهم على درجاته. احنا لازلنا بحصه تعبير ونبي نشوف ابداعات الشباب. البرتقالة كأنها شكلي إذا أحد قال لي أنت محروم في مادة متعود على الحرمان. يعني المدرس هو اللي ماسك ذنك يعني؟ أيوة يقول لي أنت محروم مادة تعطيها. لا لا معلش معلش كيف 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 عد كيف كيف ال كيف الفيس يطلع؟ ترى شوفك تابعت الحين. طيب سامي تفضل حبيبي. أنا شبهت البرتقالة هذه أيوة بالنميمة. طيب عبد القادر تسمح لي أبمسح تعليقك عشان يعلق. خذ راحتك. طيب هذه لعبة طول مش هقول لك التعب اللعبة هنا شبهتها بالنميمة. كيف طيب. أنا كذا أنا والله تمنيت بس صعب صعب إنك تنزل تحت كذا. الله يسعدك شكرا. يلا كيف تفكر؟ والله طولنا بالحصة يا شباب. على أساس إنكم دوافير دوافير. اصبر يا ناصر يا أعطنا فرصة. لا لا لا. أعطنا فرصة. أنا كنت أخذ مقلب فيكم أصلاً. يلا يا سامي. أنا ما شفت شيء يا ناصر. يا رجل. الله ما يبلاش. طيب هاي في مش تعليقات معلش. ناصر شوف. وش التعليق اللي كتبت؟ شوف أنت البرتقالة. شوف الجهل مع الجنب. كأنه قلب. قطعها كأنه قلب. طيب لما يسألك المدرس حصة تعبير يقول عبر لي تعبر له زي كذا؟ أخذت بالصراحة. ما عمري عبرت ابدا ودي هالبيت اخوانك ولا الوالده ولا الوالده الله يطول بعمرك اعطينا واجب عرفت طيب معك 15 ثانيه يا سامي اعطنا فرصه دقيقه 15 ثانيه كيف انا بس 10 ثواني اعطيك اقول 15 يقول 10 ثواني لا 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 زياده ابي زياده ابي زياده على ال 15 يعني بدا العد والله من الكنترول العد بدا من 15 ثانيه يلا 5 4 3 دقيقة يلا يلا سامي يا أخي اصبر اصبر هذا ما يمدينا أكتب تعليقي على الصورة هذه من ريما شعب بداية تعليقي على الصورة لا تجرح أحد لأن كل شيء يمكن ممكن إصلاحه إلا كسر الخواطر غربة روح تقول يا الله كالعادة من شبابنا عندهم شلل بالتعبير يلا أكتب أكتب والله صدقه والله صدقه وش أكتب بالحلم أي شيء ما تكون نميمة هو طيب عموما شبهته كالنميمة يعني عموما تاخذ من الثلاثة دوافير نعطيهم تحية نصفق لهم لكن أنت يا سامي يعطيك العافية أنت راسب الله يخليك محروم طيب حصة تعبير انتهت لا عطني أنا زعلان منك أصلا وأنا زعلان برضه أنا زعلان أنا مزعل أنا مزعلك أصلا لا لا أمزح أمزح باقي حصص طيب خلونا نشوف الحصة اللي بعدها أو خلونا نطلع من مصطفى الدافور ونرجع إن شاء الله الشباب ما قصروا بالتعليقات على الصورة وأيضا تعليقات المشاهدين كانت كثيرة جدا لكن بنطلع من مصطفى الدافور ونرجع مرة ثانية السلام عليكم حصة تاريخ بالنسبة لي حصة جميلة جدا بسمع فيها حاجات من المدرس سمعتها أكتر من مرة بس صراحة خلاص يعني طبعا أنا حفظتها هقول لكم السبب وأنا في رابعة ابتدائي أخذت تاريخ الرسل من الصلاة والسلام في خمسة ابتدائي خدت تاريخ الدول الإسلامية حاجة جميلة جدا في سادسة ابتدائي خدت دولة السعودية يا سلام نعيد من تاني في أولى متوسط خدنا الرسل عليهم الصلاة والسلام في تانية متوسط خدت الدولة الإسلامية حاجة جميلة جدا في تالتة متوسط خدت دولة السعودية نعيد من تاني في أولى ثانوي خدت الرسل عليهم الصلاة والسلام في تانية ثانوي خدت دولة الإسلامية في تالتة ثانوي خدت دولة السعودية خلاص إيه الصعب في التاريخ يعني مثلا انا ما دخلتش بقى في تاريخ هتلر نابليون امبراطوريه الصين عشان تقول لي ان هي ماده صعبه العكس يعني ده الحاجه هي هي بس الصراحه يعني ما ينفعش انكر بيزيد شويه معلومات يعني مثلا عدد الناس اللي كانوا في الغزوات ممكن مثلا تاريخ غزوات كانت في الفواصل كده يعني حاجات بسيطه اسمه ده مميزات كل دوله اسلاميه بتزيد مثلا بالنسبه
الدولة السعودية بيدخلوا شوية تفاصيل بتبقى صعبة شوية يعني. يزود لك معلومات على حسب سنك. بس الأساس واحد. ليه بقى تقول يا الله تاريخ حفظ. انت مفروض تكون حافظه. تنجحت ازاي السنين اللي فاتت. المهم اسمع حد يقول ان التاريخ صعب. فيش كلام يعني. التاريخ سهل. حاجة خدناها اكتر من مرة. ادعي بس ربك ان هما ما يقتنعوش كلام يعني. انت ادعي ربك ان كلامي ده ما يكبرش ويطبق. تاخد تاريخ نابليون هتلر شوية من الناس اللي قاعدة في الصين واليابان. تاريخ العراق ومصر وليبيا ويوسعوا. فكرة يعني. انت مش ملزم بتاريخ البرازيل. احمد ربك. بص بقى. انا طولت المرة دي. فوس حرارت تخلص. العادة يعني. السلام عليكم. لا لا شكرا شكرا. اللي راحت يعني قصدك؟ هذه حصة مصطفى الدفور. هذا هو ما شاء الله. شوف هو مصطفى على نظراتك هذه مصطفى. طيب هذا مصطفى الدفور اللي فيه تعليقات قبل شوي من المشاهدين يقول احنا اشتقنا له. لكن فريق الاعداد بلغني عن موضوع جدا مهم. انك يا سامي مستحيل تطلع من البرنامج لحد ما تكتب تعليقك. ما ينتهي البرنامج لحد ما تقوم تكتب التعليق. فحنا مع الحصص اللي ماشيه مع الحصص معلي. تمام معلي اعطوني فرصه يا طب حنا معطينك فرصه لنهايه الحلقه. ايش تبغى اكثر يعني قبل بيوم طيب خلونا نشوف وش الحصه التاليه ونرجع لكم مره ثانيه. طيب الحصة هي حصة ترفيه زي ما شفنا احنا وياكم. انا ابدا اول واحد. انا كنت انت ما افلحت بالتعبير يا بابا. تعرف لها عشانها لعبة بس بالدراسة ما انت فالح ما انت جيد. شد حيلك اكيد مرة ثانية اكيد متأكد. يلا تفضل حبيبي تفضل يا بابا. اي انت يا بابا رفعت يدك ليش؟ طيب الحين مزعجني واخر شيء تقول ما تبغى تطلع. هات يعني منك يا بابا تفضل. خلاص بعطيك ان شاء الله هديه يا بابا بعد ما يخلص البرنامج. شوف حبيبي معك الكره هذه تمام. ابدا فيها من هنا. تحركها مع الجهه هذه وتحركها مع الجهه هذه. انا ابغاك توصل الى اخر نقطه الى ابعد نقطه. انا ادري انها تطيح يا بابا. انا ابغاك تحاول. معك دقيقتين بالضبط. فايز اذا بدا الوقت علمني. بدا الوقت. طيب 3 2 1 تفضل. اذا طاحت ترجع مره ثانيه. يلا حاول. ايوه طيب يلا مره ثانيه. ارجع مره ثانيه حاول بالضبط. انا ادري ان طاحت يا بابا. المشاهدين جالسين يشوفون بعد. يبغى لها تركيز. طيب مالك مالك. طيب مو مشكله ارجع مره ثانيه. يلا لا ما تبدأ من هنا يا بابا. لا لا ما ما حرام الغش. ركز يا سوس. ما يجوز الغش. ابي حتى هنا ابي حتى هنا. يا بابا ما يجوز الغش. ما يصلح الغش هنا يا بابا. ابدأ من هنا. هنا ما بدك تطيح. اي انا ادري اني اطيح يا بابا. يلا. لا شوف لا طيب يلا ارجع مره ثانيه. ما فزت يا حبيبي. ما فزت. لا باقي يلا. باقي من كم باقي من وقت؟ يلا باقي دقيقه معك. يلا ركز يا سوسو ركز. ايش فيك يا بابا ما تعرف تلعب؟ كثيره هنا تتحلل. اي انا ادري يا بابا انها كثيره. يلا حاول. ما تبغى تفوز باخر برنامج؟ ابغى افوز باخر هذا. لا لا ما تعبير ولا فوز. اجيبكم واسوي هنا عزيز. لا لما تفوز تاخذها يا بابا. الحين ما تاخذها. يلا حاول. طيب طيب يلا حاول حاول مره ثانيه. مره لا ما يجوز الغش يا بابا. ابدا من هنا من البدايه. ايوه ايش فيك يا بابا ما تعرف تلعب؟ ما ادري خلاص يعني خلاص. باقي يا بابا معك وقت. يا بابا ما يصلح الغش. ابدا من هنا من البدايه. فوز هنا بسرعه. اي انت فوز هنا بسرعه بس ابدا من البدايه عشان تفوز. طيب يلا اعطوا تحيه يا شباب صفقوا. يلا 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 برافو برافو يا بابا برافو.
أخطيت أخطيت. يلا ارجع مرة ثانية. يعني خلاص؟ يلا انتهى الوقت. معليش يا بابا أنا كنت حسبك تبي تقدر تستخدمها. ما تعرف ما تعرف. يا بابا صبرت انطرك يا بابا. صبرت. طيب هيثم تفضل حبيبي. يلا ابدأ بالوقت مباشرة يا شباب. استريح اجلس. يلا مستعد يا هيثم؟ بسم الله. يلا واحد اثنين ثلاثة تفضل. ايوه ايوه. يلا ما عليه ما عليه عيد. يلا احفظها ستة. يلا انت ابعد واحد. اوكي ايوه بسم الله. لا 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 تغش يا بابا. في اصوات هنا مخربه ولا شو وضعك؟ طيب ما عليه عيد عيد. طيب انا بالوقت هذا بقرا تعليقات المشاهدين عن طريق هاشتاج البرنامج هاشتاج دوافير. يلا حاول يا هيثم حاول. يلا اصبر تركيز بس. يقول ناصر من قوه صوت البزر عاش الدور. لا يا بابا. طيب أميرة محمد حركات تلقائية تصير بريئة تبع الصوت. طيب كل التعليقات على صوتك ما شاء الله تبارك الله يا سامي الله يحفظك. إذا تبي تكمل الدقيقتين كملها إذا ما تبي براحتك. أصبر دقيقة دقيقة حلبي كيف تجي؟ وصلت إلى سبعة تمام. يلا وصلت إلى تسعة. تسعة خلاص انسحب. طيب يعطيك العافية شكرا. عبد القادر تفضل حبيبي. شاطر الحين صفر. طيب يلا تبدا. طيب نبدا نبدا يا مخرج من هنا صح؟ اي لازم تبدا من هنا على ابعد نقطه هي اللي بتحسب. ابعد نقطه وصل لها هيثم وصل الى سبعة الى هنا تسعة الى تسعة عفوا الى تسعة. يلا بدا وقتك ابدا. يلا تسعة. انا اسف انت عشرة. يلا عبد القادر طبعا هذه مقدم محل الفناتير الله يعطيهم العافيه ما قصروا بيض لو جيهم. يلا وصلت إلى أربعة أنت. يلا مو مشكلة حاول. يلا أسرع أسرع الوقت على الشاشة باقي دقيقة وثلاثين ثانية تقريبا. ناصر في قطو هنا تفرفر عندنا. في إيش؟ قطو؟ لا قطاوة طلعناها كلها برا قبل شوي. ها؟ قطاوة كلها طلعناها برا الاستوديو ما في شيء. مخرج شوف دور القطوة اللي موجود في الاستديو هنا. في قطوة موجود هنا. تسعة تسعة وصلت إلى تسعة تمام. يلا كم باقي الوقت؟ باقي خمسين ثانية معك. الوقت يمشي. أيوة أيوة نفس المكان تسعة. يلا آخر محاولة لك إذا تبي. جاك واحد ينافسك يا هيثم. جاك واحد ينافسك. كم وصل؟ وصل تسعة. خلاص انا اسحب انت تسعة. تسعة؟ باقي معك 30 ثانية، آخر محاولة يلا. صعبة مرة. أنا عارف أنها صعبة جدا. يلا يلا أيوة. نفس المكان. طيب مكان طيب يعطيك العافية عبد الله تفضل حبيبي. يعطيك العافية بيض الله وجهك. الله يجزيك خير. تفضل عبد الله. لا والله طقطق الاصابع شوف اوريك. لا البس نظاراتك بعد عشان تعيش دور الدافور صح. تمام شو كذا شو كذا وصلت كم انت يا سعد؟ عبد الله قدمه قدمه 15. يلا بدا الوقت صغر. وين طيب؟ هنا ما شاء الله. طيب ترجع شوي ورا. ايوه قدم عليك قدام. يلا كم وصل هذا يقول لي؟ تسعه. هيثم وصل الى تسعه. عبد القادر وصل تسعه. كم وصلت؟ 15. متأكد؟ أبي هذه. أنا وصلت واحد مثل خمسة. متأكد وصلت 15؟ ما أدري. 15؟ لا. إيش أنا كنت ولا ما أدري. لا أنت كم وصلت؟ ما أدري ما أدري. أنا وصلت. يقول 15 وصل أنا ما أدري.
علموني علموني يا مشاهدين الكرام، هل وصل ب 15 فعلا ولا لا؟ بس يا بابا ترى ما يجوز الكذب، يا بابا ما يجوز الكذب والله. ما ايوه شوف شوف طيب كم؟ مرون انت تقول انت كم وصلت؟ كم وصلت؟ شكرا الله خليك ما بيحد وراك ارجع شوي ورا عشان الكاميرا بس اللي فوق لا عشان الكاميرا اللي فوق تجيبها ايوه يلا ابدا الوقت ترى معك على الشاشه كم باقي؟ رجع راسك شويه بس عشان الكاميرا اللي فوق بس تجيبها ايوه تمام يلا روح 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 لا 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 يا بابا لا لا يا بابا لا شوف شوف ايوه كبير يا حبيبي ايوه ايوه روح روح واصل برافو 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 ما شاء الله ما شاء الله اصبر اصبر ما شاء الله اصبر وجهي علق طيب ضيعها خلاص ركايز كم وصلت؟ 16 الى 16 بيض الله وجهك بعد كذا خلاص توقف ولا تعيد؟ ونعيد؟ اوصل 20 بكيفك انت معك وقت ومن حقك تعال لا باقي 7 ثواني خلاص خلاص انتهى الوقت الله يخليك بيض الله وجهك عبد الله الله يسعدك شيله معي ولا تحيه لا ما تشيلها معك باقي شويه انت كم وصلت؟ 20 تسمع يا مخرجنا حبيبي؟ اسمع كم يقول كم وصل؟ جت 20 وبس متأكد؟ أكذب يعني لا يعني يعني أكذب يعني أكذب أنا وصلت 20 ومش هاتيني أقول أنا مش قاله؟ ما أنا أقوله مش هاتيني أقول سكين سكين خلص طيب زعلت خلاص اضحك اضحك طيب سامي نرجع للشريط نتأكد؟ أرجع الشريط ترى شيء فضائي طيب بعد الحلقة إن شاء الله طيب طيب خلنا نشوف الفقرة اللي بعدها نرجع لكم يد وفير المعزة المثالي يد وفير طيب الحصة حصة فنون الفقرة هذه لكم أنتم منكم ولكم أنا أبدأ أنت يا عبد القادر مكون ثنائي مع عبد الله صح؟ عشان كذا في مقاطع فريق الإعداد جزاهم الله خير وفايز مدخلي بيض الله وجههم مجهز فيديو جامعكم فيه لكن أنا ما راح أبدأ فيكم اعذروني أنا أبدأ أول شيء بهيثم مرحبا والله هيثم وش المواهب والفنون اللي تميز فيها؟ التقديم التقديم الإيش؟ تقديم مسرحي تقديم برامج جميل الإبداع كله طيب كيف بديت التقديم المسرحي؟ بديت يا طويل العمر قبل 3 سنوات أه. كنت أخذ فرق كذا في مهرجان فهذا واحد من حد الفرق قال ايش رايك تدخل معنا كان منظم بعدين دوما بعدين مهرج بعدين وصلت التقديم ما شاء الله تبارك الله وكنت مع سامي الزميل سامي ما شاء الله تبارك قبلني في كذا مهرجان ومن ايام وصل الحمد لله المرحله هذه طيب وش توعد المشاهدين المستقبل باذن الله اوعدهم ان شاء الله بكل خير طيب كل خير ويسر ان شاء الله الله يقويك يا حبيبي سامي كثير وش المواهب اللي عندك مواهبي يا طول العمر تكفى لا تقول لي الطفل تكفى طيب انا يا طول العمر بديت بموهبتي هذه تقليد الاصوات من يوم انا صغير كنت اقلد افلام الكرتون طيب تقدر تعطيني شيء على السريع تقليد افلام كرتون طلب طلب سم خلي قلد لي اللومينا ما هي مشكله نجيب كلش يلا لكن اقول لك بدايتي كانت بالابتدائي اجمع صوتين ثلاث اربع بالمتوسط جمعت اصوات بالثانوي جمعت اصوات حلو والحمد لله الحين تقريبا عندي 30 صوت اللي قلد طيب اصوات حيوانات المشاهدين اصوات حيوانات كرامه اصوات دبابات دبابات طيارات هيلوكس ربع طيب يلا سمعنا انت حدد بس يلا اللي تبي طيب سمعنا افضل ما عندك طيب طيب هذا صوت كمارو كمارو ايه. اها تحديدا كمارو نعم تمام ما تزيد المواجع علقت معمود طيب الصوت اللي بعده الصوت اللي بعده اللي صوت اللوينة خضشطب صوت العصفور يلا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله
حتى كان عندي الصبح ابي صراحه انا اغرد الصبح بعلك بدري ايش عندي تكبر. طيب اللي بعده حبيبي. اللي بعده صوت الطلق. طلق الرشاش يعني ولا لا 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 واحد يتصيد. اوكي 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 اصبر خلني اصوب دقيقه. يلا سوي حكي النظره النظره. ما شاء الله تبارك الله طاح الوبر بصدى جاي من بعد. طيب اخر صوت وبحاول يرجع لك مره ثانيه اذا كان عندك متسع من الوقت. سمع اخر صوت اللي هو صوت القطو. يلا وفي صوت ثاني بعد وشو؟ جهاز الدوريات. طيب ادمجها كلها سريع. هذا صوت قطو صغير. قطو زعلان. هذه بس ضاربه. طيب الدوريه اخر صوت. يلا صوت الدوريات يا جنوب سبع ترف. عدل الموجه هنا. لا فر فر طفيته شغله. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافيه حبيبي سامي. ولو كان عندنا متسع من وقت انا متاكد ان عندك مواهب بالتقليد اكثر واكثر. ان شاء الله بنحاول نرجع لك. طيب عبد القادر انت وعبد الله في مقطع عندكم نبي نتابعه ونرجع مره ثانيه. خلينا نشوف. افضل. لا 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 كريستيانو افضل. لا ولا شيء. ما تقول كريستيانو افضل. والله كاستي فنان. انا اسمع يا ولد جاد مره ثانيه. كلام صحيح والله. أنا أتوقع الترم هذا أقل شيء بأخذ 4.5. أنا والله إني شديت حيلي وأخذت مدرسي خصوصي. والله نجيبها يا بابا. نجيبها. طيب الدكتور أنت حاقد علي. بس إلى برا مقرر يا سلام. أقسم بالله. أمشي أمكانها تنزل. والله 8.5 حلوة يا عيال. صدقني. أنا السعودية 27 في جودة الطرق عبد الله. يا شيخ. حط بس لو عندك بعد سكيت بعد ما شاء الله تبارك الله سكيت ومقاطع. طيب انتم كونتوا ثنائي دويتو. اشوف ان الانستغرام اعطاكم مساحه بشكل اوسع انكم تطلعوا مواهبكم بتاعتكم. اي صح. في مقطع من المقاطع اللي طلع قبل شوي. تمام. كم وصلت مشاهدة على قلت لي؟ تقريبا 3 مليون مشاهده على اليوتيوب. ما شاء الله تبارك الله. طبعا المقطع ما هو انا اللي نزلته. نزله شخص ثاني. اها. ووصل له 3 مليون مشاهده، يعني الفائده راحت للي نزل المقطع. ما شاء الله تبارك الله. طيب كيف بديت يا عبد الله؟ طبعا كان في بدايه الكيك. برنامج الكيك. اها. كنا انا وعبد القادر اخوي يعني كنا زي اي انسان طبيعي في الحياه دي. شافوا الناس يعني اثنين لابقين لبعض او اثنين فاهمين بعض سواء في الفله او غير الفله. فقالوا طيب ليش ما تبدون على يعني بما ان الكيك بدايته ليش ما تبدون تنزلون مقاطع الكيك؟ طبعا زالتنا الفكره انا واخوي عبد القادر. فبدانا فيها. مقاطع نتكلم فيها او مقاطع سكيت. تمام. يعني احنا اكثر شيء مركزين عليه اللي هو السكيت والمقاطع اللي نتكلم فيها عن اشياء تصير في حياتنا اليوميه. حلو. بعد الكيك انتقلنا للانستغرام وهي البدايه الحقيقيه. طيب نترك الانستغرام عند عبد القادر. انتقلنا للانستغرام وصراحه لقينا ان الانستغرام افضل من الكيك. اوسع من الكيك وفي فائده اللي هي المنشن. اها. يعني الكيك ما يدعم الخاصيه هذه المنشن. يعني الحين احنا المقاطع اللي نصلحها اشياء يعني تصير في الحياه اليوميه. صح.
تمام. فلما تشوف المقطع تتذكر خويك صلحت منشنه. جميل. اللي يشوفه يسوي متابعه. تمام. والحمد لله مشت الامور. طيب وش توعد المشاهدين في المستقبل؟ قول باذن الله ان في شيء ازين ان شاء الله. جميل. انا ما فيكم حصه فنون يعني على وشك الختام، في حصه انا اضطريت اني الغيها، كلمني فايز قال انا الوقت جاس داهمني، عندنا مجموعه من الحصص لكن الوقت جدا معك ممتع. وش الفقره اللي عندنا يا فايز بعدها او الحصه؟ طيب قبل صح وخطا، قبل الاختبار انا ودي اخذ منك صوت اخير بس يا سامي. صوت اخير؟ صوت الدرباوي عندك؟ حدد براحتك انت، حدد لي صوت تبوه سمع. عطنا صوت الدرباوي. الدرباوي؟ الدرباوي. يلا عطنا صوت الدرباوي براسك. الدرباوي موديل كم السياره؟ موديل كم بعد؟ ايه. 2000 كبليت ريمو. والله ما ينفع ديزل تيزر ما تصلح كذا، ما تصلح. طبعا انا اتحدى اذا احد من المشاهدين فهم السواليف هذه. لا ما انتم ما شاء الله عليكم. شطه شطه. يلا 2010 دقيقه، ولا تبي بالنفود؟ اي وين؟ اي في النفود. في النفود ولا وين؟ يمشي مع الشارع بالثمامه. بالثمامه شطع سوى الواحد اللي جنب المحطه. ايوه انا. يلا ما ضغط كلتش هو. ماشي ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله والله انت يا سامي ما شاء الله تبارك الله متعدد المواهب، وانا اتمنى من مشاهدينا الكرام انهم يدعمونك انت يا سامي، يدعمون هيثم، يدعمونك عبد الله، يدعمونك عبد القادر، لانكم انتم فعلا مبدعين وما وصلت الابداع الا المكان اللي وصلتوا له. سامي هذا بعد يمكن بعد الحلقه يمكن قلت ترى. انا ادري اني بيقول الله يقلك بعد الحلقه. شوف انا بعد ما ضحكت عليه وبلاني ربي وطحت، مستحيل اني استهزي فيه مره ثانيه او اقلده ابعد عن طريقه. طيب خلونا نطلع نشوف ايش الحصه التاليه ونرجع لك مره ثانيه. طيب الاختبار وما ادراك ما الاختبار. تفضلوا يا شباب كل واحد يدفع على كرسيه. هذه انتهينا من هالاقلام. سامي انت خليك ورا عشان ما تقطع على الشباب. ما شاء الله عليك السنافر قدام عرفت. سنبور قوي. المدرسه كنت اخر واحد ليه؟ ايوه بيقز نوره يا ناصر. سم بيقز الورق بنوره. لا انا 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 كرين ما شاء الله تبارك الله. طيب نبي نبدا. هذه اسئله اسئله اختبار. سمي بابا. سم تمزح. طيب مخصوم منك انت 10 درجات. اقلب الاوراق بس تضربني. انا ما ضربتك يا بابا، ما ضربتك انا يا بابا. طيب العد او الوقت بيطلع على الشاشه. تمام. انا بعطيكم الاسئله. الاسئله طبعا صح وخطا. اعلى درجات راح يحصل على الجائزه مقدمه من محل الفلاتير. تمام. بدا الوقت. طيب انا بعطيكم الاسئله. ابدا بالوقت يا ابدا بالوقت يا فايز. اقلبوا اوراقكم. توكل على الله. دعاء الاختبار اللهم لا سهل لما تجعله سهلا، وانك تجعل الحزن اذا شئت سهلا، الحزن اذا شئت سهلا. طيب اكتب اسم الطالب اول شيء. السؤال الاول، عضلة الفك هي أقوى عضلة في جسم الإنسان، صح أو خطأ؟ خلص. خلص من الحين. راجع 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 راجع. ما طيب السؤال الثاني، تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. أيوة غط غط ورقة كباب لا يشوف. لا يبي لا لا اللي يغش ما يحب ربي ترى يا بابا. أنتوا لا تغش منهم بعد. لا تغش. أنا لا أنا ما أغش منك. أنا الأستاذ ما أغش. طيب تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في شعبان الثاني من الهجرة. السؤال الثالث، الأهرامات هي أضخم بنا في العالم، صح أو خطأ؟ السؤال الرابع، حجر الزمرد لونه أخضر. السؤال الخامس، كلمة بنطلون يعود أصلها إلى اللغة اليونانية. السؤال السادس، خفرع هو الذي بنى تمثال أبو الهول في مصر. وش ذا خفرع؟ اشترينا اشترينا انا ابو الهول هذا هرم في مصر. تمثال تمثال في مصر. هو نفس الاهرامات ولا شيء ثاني؟ والله يعني ما اقدر اتفلسف لاني ما زرت انا والله ما ادري، لكن هذا سؤال بختبر ثقافاتكم هنا. يلا تفضل. عضلة الفك في 4 درجات زودها شوي. سم 4 درجات زودها ارفعنا شوي. مو مشكلة بسيطة. طيب ابعد لكم الاسئلة بشكل سريع. ايش تسوي انت يا بابا؟ شوف ورقتي. طيب طيب يا بابا ليش شوف ورقتك؟ وابدا حل
حليت؟ ترى الأسئلة مختلفة. بس باقي لي واحدة. طيب تناظر بورقة زميلك مرة ثانية بسحب ورقتك. ماما شوف تقول بس تقول لي أنت مش فاهم بس خلاص. طيب أبعيد الأسئلة بشكل سريع لأن الوقت على الشاشة لا زال. عضلة الفك السؤال الأول، عضلة الفك هي أقوى عضلة في جسم الإنسان. السؤال الثاني، تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. حل يا بابا. خلصت؟ ما شاء الله عليك. طيب تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في شعبان الثاني من الهجرة. السؤال الثالث، الأهرامات هي أضخم بناء في العالم. السؤال الرابع، حجر الزمرد لونه أخضر. السؤال الخامس، كلمة بنطلون يعود أصلها إلى اللغة اليونانية. السؤال السادس والأخير، خفرع هو الذي بنى تمثال أبو الهول في مصر. كم باقي من الوقت يا شباب؟ الوقت على الشاشة 30 ثانية. أستاذ غشيت؟ أستاذ أنت غشيت يا بابا؟ عطني ورقتك. عطني ورقتك. عطني ورقتك يا بابا. عطني ورقتك. أنت غشيت ولا ما غشيت؟ والله ما غشيت. غشيت ولا لا؟ والله ما غشيت. أبدا؟ والله ما غشيت. طيب كيفك؟ طيب أنا سامحتك المرة هذه، المرة الثانية ما سامح. بابا بس قلت وش وصح خطأ بس ما غلط. أنت قلت له وش وصح وخطأ؟ بس ما غلط. يعني وش ذا؟ يلا خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. يعطيكم العافية. عافيك. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. طبعا احنا بنراجع الكاميرات ونبي نشوف إذا كان أحد من الشباب غش. أوكي زيرو. طيب مالك؟ أنت هتحصل اختبار حصة صح وخطأ في حصة بعدها. خلونا نطلع نشوف ونرجع لكم مرة ثانية. يا دوافير الله الله فوق عالي. اسلم. ايش فيك ايش فيك ايش فيك؟ بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك. لا لا هذه طبعا رهبة الاختبار فما يلام ترى. والله عزيز طيب استريحوا يا شباب. طيب انا عندي حصه مشاهير ومثل ما وعدت المشاهدين الكرام عن طريق حسابي في تويتر وحساب الانستغرام وايضا عن طريق الحساب الرسمي لقناه بدايه الفضائيه على تويتر عندنا مشهور ونبي نشوف شهادته على الهواء ونبي نناقشه بالدرجات بيدخل معنا بعد شو باتصال هاتفي انا ابعطيكم شهادته تمام. طيب انا ابعطيكم شهادته طيب اعلمك انا شويه فايز ابعطيكم شهادته وحنا ودنا نناقشه. طيب الشهاده مثل ما نشوف احنا على الهواء مباشره هو الاحد الموهوبين الدوافير سابقا ما شاء الله تبارك الله تقديره جيد جدا المعدل 84% 84.47. طيب نشوف الشهاده على الهواء. تعامل نظري. طيب هذه شهادة زي ما احنا نشوفها على الهواء مباشرة. اسم المتدرب طالع معكم أحمد بن محمد بن أحمد الكثيري. طبعا هو المنشد المعروف لكن مع الأسف أنا توقعت أن درجاته كويسة يعني. تفضلوا شباب تفضلوا شو رأيكم درجاته؟ أنا ما أقدر أعلق. شو رأيكم؟ الله. شو رأيك يا سامي؟ 84 جيدة بس انا كنت اتوقع منه اكثر. هذا مصطفى نسخه سعوديه. لا مستحيل مصطفى. وين مصطفى يا حبيبي؟ نسخه سعوديه. هذا محفر اتوقع انه مؤلف مناهج من عنده. ايش رايك يا عبد القادر؟ كويس يعني كويس يا اخي. لا تمر يا اخي اللي جايب 95 مخيس كذا مره واحده خربته. طيب انت قلت مخيس. لا 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 انت قلته وصاحب الشهاده معنا عليها مباشره. مرحبا. عملي 95. هلا مرحبا. لا والله يحترم نفسه هذا اللي يتكلم عن درجاتي. من اللي يتكلم عن درجاتك بس؟ لا لا يقول هو. لا لا استاذ احمد ما في احد يتكلم عن درجاتك ترى. الله يعطيك العافيه حبيبي. الله يعافيك. طبعا معنا المنشد والاستاذ القدير احمد الكثير. حياك الله يا احمد. حياك الله. الله يحييك. جيت يا بعدي احمد. درجاتك ليش كذا؟ نحضر لحظه في اليوم السبت لحد 2 3 5 باقي اسبوع تبدا الدراسه صح؟ ايوه ما بقي شيء. حلو يعني اسبوع تبدا الدراسه كويس. طيب وش يعني؟ بتعيد الدراسه من جديد؟ الاجازه ما بقي شيء تنتهي يعني. حلو. انا اقول ايش؟ انا شو اقول؟ يلي تنام وانت خايف من الامتحان قوم ذاكر يلي تنام
احمد يا اخي حنا اجازه الطلاب مبسوطين وفرحانين، جالس تقول لهم قم ذاكر وامتحان وما ادري ايش. ما أو أو ما شاء الله، اول شيء امطار خير وبركه في جميع مناطق المملكه. الحمد لله تقريبا. الحمد لله. اي والله، فلا تطلع من البيت، اركض شويه اهدى عشان بس حتى يمكن تعرف الطرق مطر كذا. طيب ما امدى تريح شوي كذا الا ما شاء الله جاء يوم السبت. طيب طيب احمد 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 انت جالس تتهرب عن الموضوع الاصلي والاساسي، ليش درجاتك كذا؟ كلمنا عن دراستك باختصار. تفضل. شوف شوف يا ناصر، ما ودي اطول عليكم. أه. يعني ممكن انت شرحتي وش معنى الدفره والدوافير وكلام هذا. جميل. معاي ناصر؟ معاك معاك، وشهاده طبعا على هو المشاهدين الحين يشوفونها. تفضل احمد. حبيب قلبي. فطبعا طبعا الحمد لله يعني 84 وانا صراحه يعني مالي خلق دراسه. لا بس انت جالس تفلت علينا يا احمد على اساس نسبتك 95 96. انا ما كنت اقول ما شاء الله مقطع الكتب انت. شوف بقول لك حاجه، بقول حاجه. طبعا انا من اللي هو من الثانويه الصناعيه معهد صناعي في الشرقيه عندنا الدمام. اخر دفعه للشهاده الثانويه. بعدنا تغير النظام، صار سنتين تقريبا. اللي هو المعهد شهاده تدريبيه تقريبا، اما انا لا شهاده ثانويه. اها طيب. الحمد لله يعني بالعكس، يعني ترى هي دراستي انا في القسمي القسم العملي وقسم النظري. طيب فالحمد لله شوف النتيجه يعني. طيب. جميله جدا. طيب سامي سامي بيقول لك مداخله، وش تقول لسامي؟ اللغه الانجليزيه ليها 64؟ سمعت سؤاله؟ يقول اللغة الإنجليزية ليش 64؟ وات ما يمديك ترجع الحين يا أحمد. طيب ودي ما أسمع. طيب أحمد أنا ترى أنا ثقافتي فرنسية، ترى ما أفهم الكلام اللي جالس تقوله، فتكلم لغة عربية. أنا إسباني. أنت إسباني. طيب طيب خلنا في العربية. طيب هيثم عنده آخر سؤال معك يا أحمد، تفضل. كيف حال أخوي أحمد؟ يا حي حبيبي، عساك بخير. والله الحمد لله ترك حالي يا بعدي. اللغة العربية ليش 96؟ كيف؟ اللغة العربية ليش كم؟ ليش ما أخذ 96؟ كم تبغى ياخذ يعني؟ لغة عربية 70؟ لغة عربية 100 100. أوكي أوكي. طيب رد عليه يا أحمد. ممكن غياب، ممكن غياب، ما غياب الكلام هذا ترى يعني. طيب أحمد الله أحمد الله يسعدك. يعني عبد الله معك آخر سؤال معليش. أستاذ أحمد. سام سام حبيبي اخبارك؟ سرت حالي يا بعدي. سام تسمعني؟ يسمعك جالس يجاوب عليك. اكيد يسمعك. اسمعني. شو اسمه؟ صدق كنت تداوم اخر اسبوع ولا لا؟ نبي صدق. اداوم اخر اسبوع؟ اي اخر الاسابيع. والله شوف انا ايوه غيابي كان كثير يعني. و84؟ اي واصل. ايه انا غيابي كان كثير ومؤثر طبعا، غيابي مؤثر على شد حالك شد حالك، نشوف الدكتور ان شاء الله. طيب يعطيك العافيه. احمد حبيبي يعطيك العافيه، وبالعكس يعني نسبتك ومجملها يعني درجات جيده، لكن احنا حابين نمزح معك. اتصالك يعني نسبتك جيد جدا مرتفع، نسبتك 84%. ما شاء الله تبارك الله، لولا انك دافور فعلا ما وصلت للمواصله انت وصلت لها، فانا احييك واشكرك على اتصالك يا حبيبي. يا بعدي يا اخر كلمه باختصار يا حبيبي. حبيبي ناصر الله يسعدك. بتقول كلمة أخيرة ولا نودعك؟ والله والله أنا يعني ودي أوجه للطلاب بشكل عام أو للدوافير يعني بغض النظر طبعا على الطقطقة اللي تصير وكذا. لا والله بالعكس أنا أحبهم وأقدرهم والله يوفقهم في مجالهم. آمين. لكن هي على قولتهم كلمات بسيطة، أنه يعني زي ما تقول تعلم عن كل شيء شيء، وتعلم عن شيء كل شيء. جميل. انا احب في اي مجال انت تدرسه او تتعلمه شنو التخصص، فانا اوجه هذه الكلمه يعني زي ما تقول حتى في جمله انا اذكرها اللي هو حب ما تصنع حتى تصنع ما تحب. جميل. طيب الله يوفق الجميع. آمين. والله يستر ان شاء الله لكم وبرنامج جميل يا ناصر. الله يسعد قلبك. شهاده اعتز فيها وجمال البرنامج بوجود الضيوف الكرام. يعطيك العافيه اخوي احمد. كان معنا مرشد احمد الكثيري. راح استمر باذن الله في الطقطقه طبعا. طيب الله يقويك، وحنا بنطقطق برضو عليك. يعطيك العافيه احمد، بيض الله وجهك. طبعا التعليقات على شهاده احمد تعليقات كثيره جدا. امير محمد تقول 96% يمكن محفر، كل اللي يرجع من صوب. واحده تقول وانا ما اذاكر اجيب نسبه اكثر من احمد. عموما تعليقات المشاهدين على شهاده كثيره جدا. حصه مشاهير في الحلقه القادمه. احمد لا زلت معنا؟
يعطيك العافية أحمد بيض الله وجهك، شكرا لك، مع السلامة. تعليقات، أنا أتمنى مشاهدينا الكرام أنهم يقترحون علينا أسماء علشان يكونوا متواجدين معنا بالحلقة القادمة بإذن الله من حصة مشاهير. إحنا بنريح الشباب شوي، نبي نطلع الفسحة ونرجع لكم مرة ثانية. محمد السبيعي. اسم الكريم؟ عبد الرحمن حسن. وش رايك في طالب الدافور؟ والله طالب الدافور هذا تحس انه يعني ينام بالكتاب معه بعد من قوة الدفر والمذاكرة يعني. ايه ياخذه معه ينام. طابع الكتاب ينام. وش رايك كلامه الصراحة؟ طالب الدافور يذاكر اول باول بعد لما يرجع من المدرسة. يا سلام. واول ما يجي المدرسة يذاكر راح ياخذه قبل ما يجي المدرس. احس انه دافور. لا والله طالب الدافور هو اللي ذاكر قبل الاختبار بنص ساعة كذا، هذا الدافور الصح. الباقيين ما عندك، ما في دفارة. وش رايك كلامه؟ انا ذاكر قبل الاختبارات باسبوعين. يقول لك باسبوعين مراجعة قبل الاختبار اجيب درجة احسن منه. ما اتفق على شيء. هذا يقول الدافور قبل الاختبار بنص ساعة، وهذا الدافور قبل الاختبار باسبوعين. انتم احكموا عاد. انت اي حصه تحديدا تحبها؟ اكثر حصه تحبها؟ الرياضيات. الرياضيات ما شاء الله عليك. يعني اعطيك مساله الحين. عطني. طيب اعطوني مساله صعبه يا شباب. عطني. تعال تعال يلا ابي اسوي بينكم تحدي. واحد زائد واحد. عط واحد زائد اثنين كم؟ ثلاثة ونص. ثلاثة ونص. سبعة. عريف الفصل شوف ان لها احترام صراحه. اكيد يا ولد. عريف. عريف الفصل انت؟ لا عريف ثامر ان شاء الله. وين ثامر؟ مو هنا 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 ان شاء الله. انت عريف فصل؟ نعم صحيح والله. اي والله. طيب على اي اساس صرت عريف للفصل يعني؟ لاني منضبط وبعدين يعني كل اللي يشوفني اللي هيبت يعني. اوه هذه ترى كلمه قويه يعني صراحه. صح نعم. طيب وش اكثر شيء تعاني من الطلاب دونك عريف فصل بصراحه؟ يطولون اصواتهم. طيب يعني ضبط اخوياك احيانا طلع تخليه يطلع من الفصل ويرجع وبعضهم لا تشد عليه. لا لا النظام نظام. النظام نظام. واللي يركب فوق النظام. تينو لا يجوز على فابريكا الكاميون الثاني. أما الختام والله جميل. أنا بصراحة ترى ما تبعت التقرير، فالمونتاج والله لعبوا بالأصوات يعطيهم العافية. طبعا هذا فايز مدخلي الأسئلة اللي تشوفها. طبعا هذا فايز مدخلي الله يعطيه العافية، هو معد البرنامج وهو مراسل الفسحة، ما قصر على التقرير الجميل هذا. أنا أتمنى المشاهدين الكرام أنهم يعلقون بإذن الله. إذا كان عندنا متسع من الوقت راح أقرأ تعليقاتهم بإذن الله. أنا وصلتني درجات الاختبار. قلبكم أردها. أما نتفته كذا عينك عينك نتفته. اصبر يا حكمي الله يصلحك. تحسبنا بقياس. الله يسلمك. والله ما يشيلون برا. كذا نتف أقلام ومستحيل ترجع الأقلام الظاهر عندك. يا أخي بريان ونص فايدة الوحيدة من قياس المسمى حقتهم. طيب سامي. أستاذ ناشر. سامي. أنا ممتاز. أنت إيش؟ أنا ممتاز. ممتاز بالدرجات هذه. شوف أنت درجاتك حلوة بس واضح إنك غاش. ولا متأكد؟ ولا ما مشيت. طيب أنا قبل لا أقول درجات أنا بصراحة زعلان منك يا سامي. ليه؟ ما علقت. يلا ما عليه. طيب ليش ما تكون متعلق يا بابا؟ يعني ما راح تعلق؟ سامحه؟ خلاص سامحتك، انا سامحتك. طيب تعطوني ممتاز. خلاص اعطيك ممتاز. طيب انا بشوف الدرجات لان الدرجات خلاص احنا على وشك نختم. لكن قبل كذا قبل اقول الدرجات طبعا سامي وعبد الله وعبد القادر على ضيافه فندق مكدر يعطيهم العافيه. سامي بشكل سريع كيف كان استقبالهم لكم؟ صراحه استقبالهم شيء جميل والله. الله يسعدك. بس بعد الطايحة والله يعني. كرهت الفندق بعد الطايحة. طيب أنا أبعطيكم درجاتكم. أنا كان والله أخذ تعليقاتكم كاملة لكن أبعطيكم درجات. عبد القادر الشهراني أنت أخذت 2 من 6.
بيض الله وجهك. ما اخذ لك دافوره تصلي. شوف في صف بس اعطاك درجه عبد الله حركه مدرسين. طيب انت كم اخذت؟ اثنين. اثنين تقولها بعد. عبد الله محسن حكمي اخذت اثنين برضه. شكلكم مغاشين من بعض انتم اخوي. ما اخذ دخلنا فيزا على الفاضي. طيب هيثم الصليطي صفر صفر برضه اخذ اثنين. والله مطقمين احنا غاشين يا جماعه. بس ولا ايش السالفه؟ طيب سامي العجوني. انا مؤدب. انت مؤدب؟ اي. انت اقل واحد تفضل شهادتك. واحد وتغششنا واحد غاش واحد لا ورا يقول صح هذا انت غاش. طيب اثنين واحد اثنين اثنين. انت اخذت اعلى قبل شوي باللعبه اخذت وصلت الى 16. لذلك الجائزه تكون من نصيبك. طبعا هي جائزه رمزيه بما انك وصلت لها. هذه طبعا مقدمه من فندق فناتير الله يعطيهم العافيه. اعطيك كرتون واعطيك اغراضها ان شاء الله بعد نهايه البرنامج. يعطيكم العافيه يا شباب. بيض الله وجهكم. هذا معنا باختصار كلمه واحده. انا ودي كل واحد منكم ودع المشاهدين. عبد القادر الله يسعدهم. واقول ان الدراسه اول شيء تعتمد من البيت. اذا كان الوالدين حريصين على الطالب باذن الله ان يكون دافور. طيب الله يعطيك العافيه عبد الله. نصيحه لهم يعني باختصار كلمه نهايه البرنامج. الله يسعدكم وشكرا لكل من يتابعنا ويشاهدنا. الله يعطيك العافيه. الحمد لله. الله يعطيكم الصحه والعافيه. وبقول كلمه بسيطه باختصار. شدوا حيلكم حبيبين عشان تصيرون مثلي. اخذوا واحد هيثم. الله يسعدكم يا رب. ان شاء الله نكون ضيوف خفيفين عليكم انا وعبد القادر وعبد الله وسامي. الله يعطيك العافيه. وانتم مشاهدينا الكرام شكرا لكم وشكرا لحضورنا الكرام على وشكرا لنجومنا الكرام على حضورهم معنا في هذا البرنامج. شاركونا باسماء تريدون ان يشاركوا معنا في الحلقات القادمه عن طريق حسابي على تويتر او الانستغرام او عن طريق الحساب الرسمي او عن طريق هاشتاج البرنامج وباذن الله سيكونوا متواجدين معنا في البرامج القادمه. تحيه لكم مشاهدينا الكرام ونلتقي يوم السبت القادم عند الساعه 8:45 دقيقه باذن الله. كونوا على الموعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دوافير الله الله فوق عالي البرامج